الشارع التونسي كيفاش؟ كيفاش؟ في كيفاش لليوم موضوعنا يهم برشا ناس، اللي هو الخدمات البنكية والتأكيد اللي صدر مؤخرا عن البنك المركزي، اللي فيه مفاده أنه باش يتم تحسين جودة الخدمات البنكية وفقا لمجموعة من الإجراءات نتعرف عليها مع الخبير البنكي سي عبد العزيز معتوق. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد العزيز. صباح الخير اختي الغاليه. مشكور جدا على كل المستمعين نتاعنا الكل. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا البنك المركزي في تاكيد ليه، هذه حاجه مش جديده لكن صار تاكيد مؤخرا على اهميه تحسين جوده الخدمات البنكيه. كيفاش للناس اللي تسمع فينا، شنو الحاجات اللي ياكد عليها اليوم البنك المركزي في اطار تحسين جوده الخدمات البنكيه للمواطنين؟ دونك قلنا ديما التأكيد هذا ما ينفك من نهار لنهار، والمناسبة المناسبة يأكدوا على المرونة والأريحية متاع الحريف في التعامل في البنك. كي تتعامل مع الحريف متاعها المرونة في إنجاز العمليات والأريحية والترانسبرانس ترانسبرانسي سيليريتي الشفافية والوضوح والسرعة زادة. دونك من 2016 ثم لوا بانكير هذيك اللي ريلاتيف او بانك او زيتابليسمون فينانسي، هذيك هي الباز اللي بدات منها الوعي بالمساله هذه على مستوى التنظيم من خلال البنك المركزي واصدار عده مناشير في الغرض، والا من خلال المشرع بصفه عامه نقولوا بدينا واعيين بانه يلزم الخدمات البنكيه تكون مقنه وتكون سريعه وتكون يقوم بها الحريف في اريحيه. دونك نبداو المفروض ان نبداو من انه تتوفر خدمات مصرفيه اساسيه للحرفاء نتاع البنوك. هذه يلزم نفهموها في المرسوم 2006 1880 صادر في 10 جويلية 2006 اللي حدد قائمه وشروط الخدمات المصرفيه الاساسيه. يا حريف كي تمشي للبنك ثم خدمات تصريفيه وحليت كونت يلزمها تعملهم لك البنك، مش بالضروره باش يكونوا بلاش الكل طبعا، بلاش هذيك في اطار هكا اللي عددناهم بمناسبه الكوفيد حاجه اخرى. اما الخدمات الاساسيه هي اداره الحساب واغلاقه، اصدار بيان الهويه البنكيه الريب بانكير، وادراجه في اي كشف حساب. كي يبعث لك كشف حساب يذكر لك الريب نتاعك هيك ب 20 رقم. توطين الفواتير التجاريه والتحويلات البنكيه. ارسال كشف المعاملات المنفذه على الحساب الى العنوان المعني المعلن للبنك الخاص بصاحب الحساب. عندك نهارة اللي حليت الحساب حطيت ادريسه، الادريسه باش يبعثوا لك فيها الكشوفات اللي شهريه. اجراء عمليات صرف الشيكات وقت اللي باش تسيب شاكره وباش يصرفوا لك بالطبع اذا توفرت المؤونه، سينو يعملوا لك هكا الاجراءات بتاع الشيك بدون رصيد. فهمنا اجراءات عمليات صرف الشيكات والتحويلات المصرفيه والبريديه. ينجم يحول فلوس من الكونت نتاعه للبنك اخرى ولا عن طريق كونت البوستة ولا غيره. اجراء عمليات الايداع والسحب النقدي على حساب، هذه من الخدمات قلنا الاساسيه. الاجراء المدفوعات للبايمون على شكل تحويلات او خصم مباشر او باي شكل اخر. واصدار بطاقه ائتمان، يعطوه بطاقه هذا حق من حقوقه زاد. نجيو توا باش ننقلوا السياسات واجراءات التعامل مع شكاوى الحرفاء. ثم انسان عنده مشكله، هنا ندخل تحت طائلة منشور البنك المركزي 2022 اللي صدر نمره 08. هذا اللي يحكي على سياسات وإجراءات التعامل مع شكاوى الحرفاء. واللي ألزم البنوك المؤسسات البنكية بوضع نظام معاملات معالجة شكاوى الحرفاء. يلزم تعمل ان ديسبوزيتيف دو تريتمون دي ريكلاماسيون دو لا كليونتيل. يعملوا تنظيم خاص للامور هذه، البنوك شرطت عليهم البنك المركزي بالمنشور هذايا. وتضع على موعد ذمتهم لمويان ما لوجيستيك، معناها الوسائل البشريه واللوجستيه. اي ولي فورماليتي انترن كل كيفاش يخدموا هذه. دونك يلزمهم
يعطيوا اقرار استلام تاع لاكوزي دو ريسبسيون تاع الشكوى ريكلاماسيون تاع الكليون، الشكوى تاع الحريم، مجبوره البنكه باش تعطيه قرار الاقرار بالاستلام لاكوزي دو ريسبسيون اللي حكيت عليهم في الارتيكل عدد 6 من هالمنشور هذايا. اي وفي ظرف قداش لازمها تجاوبوا؟ في ظرف 15 يوم اوبليجي باش تجاوب. تجاوبوا معناتها بالقبول ولا بالرفض في ظرف 15 يوم. يوم لابد. واضح. وبالتالي التريتمون مثلا ساعات راهو ديما ناخذوا بعين الاعتبار، ديما كي تطلب المستطاع. كيفاش يقولوها هي هذيك؟ اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. تو يجيني واحد يقول لي مثلا عندي دوسي قديم من عهد ما نعرفش شنو. واضح. هذا كيستدعي نوعا ما شويه وقت. البنوك الفرنسيه اكثر المشرع الفرنسي ربما حددها اكثر، يقول شهرين ثلاث شهور. واضح. باش شهرين معالجه الوحدات هذه في ظرف 15 يوم. العادة البنك مطالب انه يجاوب على الشكوى نتاع الحريف. على الشكوى ويقول المآلة شنو باش يعملوا فيها. واضح. والشكاوى ديما قلنا تتعدى اما عن طريق غادي في ثم فورميلار اونلاين يعطوه على السيت نتاعهم يعمروا، والا سير بلاس يتعدى البنكتو ويصبك الواحد اما بالمساجري الالكتروني. واضح. والا بالفورميلار يحطوا على مستوى الفرع والا في السياج في البيلو دوردر نتاع السياج ويلقى الجواب. مشكور. بالضروره وان شاء الله التشريعات مشكور جدا اكثر. شكرا لديلي والواحد يعطيك الصحه. سي عبد العزيز معتوق الخبير البنكي على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم حتى نصف النهار. هذه صفيه المحرر في موعد الاخبار.